مهمين جدا لازم تعرفوهم. ايه السبب اللي يخلي ضباط الشرطه ما يضحكوش لحد دلوقتي؟ وايه الصفقات اللي بتحصل على مصر اليومين دول؟ اليومين دول في صفقات على مصر ليه؟ في ناس عايزه تمعنا في الحكم في مصر خلاص؟ وفي ناس اصلا كانت متورطه مع حسني مبارك فعايزه تحمي نفسها فعايزه تخرج خروج امن. هو ده الصراع اللي موجود على السلطه اليومين دول. هقول لكم سبب الكلام اللي انا بقوله ده ليه؟ اول حاجه انتوا عارفين دلوقتي ان السادات كان حاكم عسكري صح؟ عبد الناصر كان حاكم عسكري مظبوط؟ زفت الطين حسني مبارك كان عسكري نفس الحكايه. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ عايزين مصر دوله مدنيه حديثه مش عايزين رئيس عسكري مظبوط؟ طيب دلوقتي المؤسسه العسكريه عايزه تحط ماده في الدستور تضمن ان محدش يقرب من المؤسسه العسكريه. الكلام ده قاله ليه ممدوح حمزه من شهر ناس. عارفين ولا مش عارفين الكلام ده؟ تركيا قبل ما يمسك اردوغان كان عندهم صلاحيات رئيس الجمهوريه زي مصر.